السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي داير الاحوال؟ المهم انت خالتي توحشتك بالله عليكم، وكي راكو دايرين وكي داير الاحوال؟ كنت شفت واحد التعليق تما ما خلانيش غير نخدم، تلف لي النهار نخدم. انا هاد الايام تانا تلفت لي، دخلت لي واحد المجهوله، واحد الموسوسه مطاليه خربقت لي عقلي بالكتب. لكن حسبي الله ونعم الوكيل. لكن شفت اليوم انا واحد التعليق هنايا، القلب ديالي ضررني وحتى بكيت. قالت لك: السلام اخي ابراهيم، اعتقني، راجلي خرجني من الدار وجرى عليا واعطاني بنتي ودالي ولدي عنده 6 سنين. يعني جرى عليها، عطاها البنت ودا الولد. الولد ديما كيبغيو يفضلوه على البنت. يعني حقوق المرأة، المرأة ما عندها قيمة في المجتمع العربي. ف6 سنين في عمره ولدي كيبكي عليا مسكين، عيطوا لي المدرسة قالوا لي ولدك كيبكي عليك مسكين. عافاكم، طلعوا التعليق بحرا يشوفوا أخي إبراهيم، وكيصوني على ماما وكيطيح الهضرة. يعني جرى عليها، دا الولد وعطاها البنت، وكيصوني عليها وكيطيح ليها الهضرة. شوفوا المجتمع العربي فين وصلنا، فين وصلت حقوق المرأة. شو يعني يقول لك العرب؟ كأنه واخا انا راجل شي مرة كيوجعني قلبي بلي راجل. هما كيقول لك ديما البنت كتخرج لامها والولد يخرج لباها. هذيك راها عقلية خانزة، عقلية الجهل. الجهل الى ولادك بجوج، كي البنت كي الولد. البنت راها امنا واختنا وعمتنا وخالتنا، وهي اللي كتعب وهي اللي كتولد وكتربي وكتكرفص وتضرب تمارة وكلشي. الله ياخد الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله نعم الوكيل. ولدي كيبكي يا مسكين، عافاكم، طلعوا التعليق فحرا يشوفوا اخي ابراهيم، وكيصوني على ماما وكيطيح الهضره هذا الراجل، ويخطي فيها ويقول لي شنو ندير، نشوف موجهي، ديرو ولدي ولدكم وبنتي. لحمي شوك تعرفي، لحمي شوك. لكن غادي نبدلك في الوصف ونشوف واش ساكن هنايا في اوروبا ولا في الدول العربيه. خاصك تقولي لي في الجواب تاعك. حنايا اولا غادي نبدل لكم الوصفات، خلينا من الهضره بنت، لان اللحم يشوك. واليوم تلف لي النهار كامل، راني من اللي قريته البارح في الليل تلف لي النهار. غادي تجيبي صوره الراجل تكون طويله او قصيره، والصوره ديالك مغاد طويله ولا قصيره، المهم تيكونوا في الحجم. الا كانوا طوال يعني طوال تكون فيها اليدين والرجلين وكلش، وقصيره كتكون نص يعني نص. فهموني انا شي مره راني نهضر لكم بالعربيه وكتشمت. غادي تجيبوا الصوره هادي ديروها كاع العيالات اللي دايرين اللي عندهم مشاكل، غادي تجيبيها او الله يكون تاني كان عندك صاحبه كله، فهمتي؟ كل واحد حر في حياته. غادي تجيبي الصوره وغادي تدهنيها بالعسل، غادي ترشي عليها القرفه والقرنفل والكوزه. الكوزه هي الجوز الطيب، فهمتي؟ حنا درنا هذا. ثاني كنجيبو الصوره ديالك ونديرو عليها العسل، ومن نديرو عليها العسل ثاني كنغير في الصباع ديالك، تشدي الصباع ديالك ودوزي عليها. انا كندير غير في الصباع، ولا شي مره هذوك اللي كدير بهم المكياج تفوتي عليه في كسميته. خاصك تخليه واحد ديما باش تخدمو، ديري العسل وديري القرفه والقرنفل والكوزه، هادي يكونوا مطحونين، فهمتي؟ ما بغيش نطول عليك، خاصك تكون ساكته والحاكمه ربما ما عندكش. غادي نشدوهم ونلاقيوه وجه لوجه. ملي لقيوه الوجه على وجه، غادي نجيبو بحال شي مرة كتكون عندكم بحال هادي، الكرابة هادي، وتشديهم باش ما طيحناش الأعشاب، وتلصقيهم كاملين هاكا، فهمتي؟ تلصقيهم كاملين، تلصقيهم كاملين هاكا باش ما طيحناش الأعشاب. أنا ديما كنخدمهم بوحدي، فهمتي؟ هادي كتخدم. واللي ما عندهاش دير له اللصق من لهنا باش ما ديرش اللصق، ودير له بحال هكا ضغطو ولصق، تلصقهم من لهنايا
وتطويه باش هذاك كيسمي تاع 10 ناطاش. هادو غادي نخدمو ثلاثه من هادو نفس الكسمي. هذا غادي نشدوه ونديروه مع شويه ديال الفيجل وشويه ديال العرعر وشويه ديال الخزامه، ويكون شي زيف ديالك، زيف ديالك حاشا كيكون موسخ يعني يكون مستعمل الزيف يعني الفولار، وديروه تما في هذاك الكسميته وتلمديهم وديروه تحت الفراش ديالك تخليه ديما. ها حنا درنا الاول. الزوجه غادي نشدوها غادي نجيبو الكسكاس، فهمتوا؟ انا ما عنديش هنا الكسكاس الدار، هنايا البارت ما غير نخدم فيها. غادي نجيبو الكسكاس نديرو حنايا باش نفهمك مزيان. نديرو حنا عندنا هذه الكميله وهذا الكسكاس، نديرو زعما مثلا انا ما عنديش هنايا الكميله باش نوريكم. غادي نديرو التصاور هنايا، وحده خليها وحده رانا غادي نديروها لتحت نعس عليها. لكن الزوجه ثاني كاين نفس الطريقه، القرفه والقرنفل والكوزه، ما بغيتش نكثر عليك الاعشاب، فهمتي؟ غادي نديروها هنايا نديروها في الكسكاس. غادي نديرو هنايا الماء، ما غادي نديرو الماء هنايا، غادي نديرو شويه جافيل، نديرو معلقه ديال الحرمان ومعلقه ديال حبه العشق، معلقه ديال حبه العشق، ويلا عندك كف مريم وعرق السوس. هادو غادي نديروهم هنايا ونديروهم في الماء، وغادي نديروهم هنايا كسميته ونديروهم على نار هاديه ونخليوه بحال اللي نفوروه. الا عندك تقاشير الراجل او لا سليب او لا سيفيت، ما ديما نقول لكم شدوه حتى هو ما ديرهم على هنايا وسدي الكسكاس، فهمتي؟ وديريه على نار هادي وديري جافيل. الا كان عندك الكادينار، الكادينارو ديري الكادينارو ولا سيد، ولكن كيكون معجن او شي مره كيكون بحال الطعام. الا ما عندكش غير نقطه ديال القاطع ديري غير نقطه، ما تكثرش بزاف لانه هو كشكش. الا عندك البارود، راه عندي البارود مطحون داك اللي يكون كتدي البارود، ديري هنايا غير شويه تاعك ديك تقبط، فهمتي؟ غادي نديروها هنا. اما الثالثه ثاني كاين نفس الصوره، هذه درنا نتاع الفراش، عقلو مزيان، درنا نتاع الفراش ودرنا نتاع الكميله بلا الكسكاس ديالها، فهمتي؟ ديروه على نار هاديه وديروه بالليل. درك غادي نجيبو هذه، هذه ثاني كدرناها بالعسل والقرفه والقرنفل وكلشي، فهمتي؟ كلشي. غادي تجيبي حاشاك السليب ديالك اللي يكون مستعمل، فهمتي؟ نكونو لصقناها من لهنا وكلشي، وغادي نجيبو السليب، نقولو حنايا هذا السليب ديالك يكون مستعمل. شوفو بنتي واش تلصقش، غادي نجيبو حاشاك ونديروه هنايا في هذا السليب، غادي نجيبوها هكا. غادي نشدوها هكا وغادي ديريها في الثلاجة، غادي ديريها في الثلاجة التباريد، فهمتي؟ في الثلاجة باش ما عندو فين يمشي، ديرو لها التباريد. لكن تاني كاين واحد الوصفة واحدة أخرى، تاني كاين واحدة أخرى غادي نشدوها الصورة، غادي تشدي الصورة ديالك، ديال ولدك، ديال بنتك، ديال الزوج ديالك، تخرجي منه كلشي جوج جوج، وتلصقي البنت مع باه تاني كاين بالعسل والقرنفل، وتلصقي تاني كاين الولد مع باه العسل والقرنفل، تاني كاين تلصقي ديالك العسل والقرنفل. يعني عندنا ثلاثة ديال العائلة، جوج ولاد وانتي وراجلك، فهمتي؟ انتي وراجلك بجوج، وتاني كنعاود الولد هو باه ملاصقين في الصورة، وتاني كنعاود البنت هي باه. غادي كي نشدوهم، غادي من شدوهم كنا درنا لهم نسق اللي عندها نسق ولا اللي عندها هادي، لأن باش ما يطيحولناش الأعشاب، فهمتي؟ وغادي نجيبو المسك الأبيض، وغادي نحكو هنا. أولا هنايا في البياض راني نسيتها، غادي تكتبي فلان ولد فلانة يتحرق قلبو على فلانة بنت فلانة. تاني كنعاود تكتبي فلان ولد فلان يتحرق قلبو على بنتو فلانة بنت فلانة، تكتبيهم في البياض هنا، فهمتي؟ شي مرة تاني كنت تقدري تكتبيهم لداخل عاد ديري العسل، فهمتي؟ غادي تشدوهم وغادي تقبوهم لهنا، تشدو مسمار وتقبيه هنا، كونو درنا لسا هادو وتلصقيه فين ما تضربش الشتا فين يضرب الريح، دير له واحد الخيط من لهنايا وتلصقيه في السلك داك اللي نشرو فيه الكسوة ولا، وتخليه كلشي الولد هو وباه والبنت هي وباها والراجل ديالك معاك مرة واحدة. تاني كي اللي تكون عنده شي قرينة كحلة غادي تجمعي تاني كي التصاور كاملين ديالك، ديال ولدك، ديال بنتك،
ديال الراجل ديالك. خاصك ديري هاد الوصفه، خاصك ديرها، ما بغاش كثر عليك الاعشاب، لان خاصك اعشاب من جهتها. غادي نديرو هنايا، نجيبو حنايا اللدون، راني في الخدمه وهنا كلشي تحف. اللدون بوحدها، بوحدها قدامي انا مشيت ليها كاع. غادي نجيبو اللدون، اللدون بوحدها، غادي نتكت بيه فلان ولد فلانه، الزوج ديالك يتحرق قلبو على فلانه بنت فلانه باش يطلق ولاده ويحن ولاده، وتكت بيه ولادها كاملين، وتكت بيها وتعاودي لها تكتبي لها وتعاودي لها تكتبي سميتك وسميت ولادك وسميت الراجل ديالك، وتكت بيها وتعاودي لها تكتبي لها وتعاودي لها في اللدون كامل. غادي تبيتيها تحتك، غادي ديري الحرمل وخزامة والعرعار، وتبيتيهم في الزيف ديالك، تبيتيهم تحت راسك، غادي تشديهم ديرو هاكا وديرو تحت راسك في الزيف ديالك. يعني ملي تسمعوني الزيف هو الفولار، فهمتو؟ الزيف ديالك غادي ديرو، وإلا كانت عندك شي سيفيت مدخلانية أحسن، فهمتي؟ وتلمديها، فهمتي؟ وديري عرق السوسر اللي نسيتها لك، إلا كان عندكم مطحون أحسن، ديري عرق السوس وديرو كسميته. الصباح غادي تخرجي هذا كسميته، نقلعو هذا، ناسناه ليهم، ناسي ليه هنا، أولا ديروه تحت راسك، ومن الأحسن ناسي ليه هنايا، تشوفي الفراش، غادي بحال تقسمي الفراش وديرو هكا، باش يجيو هنايا على الظهر ديالك، فين تناسي، كتناسي على فمك ولا على ظهرك. غادي نجيبو اللدون، والأعشاب راها عندنا هنايا، غادي نجيبو اللدون، غادي نديرو في الكاسرونة. غادي نخليوها يدوب، نديرو في الكاملة، غادي نطولها، نديرو في الكاملة. غادي نجيبو تاني كاين واحد واحد الطبسة، بحال الطبسة ولا المهراس، جيبي نتيستر غي وريتك المهراس، لأن المهراس مغاديش يشدلك تصاور كاملين. غادي تجيبي واحد السطل كبير، وديري فيه هاد الأعشاب اللي بقيتنا، الأعشاب اللي بقيتنا غادي نديروها هنا، فهمتي؟ إلا كانت عندك حجرة الفك ذكر أنثى مزيانين، وحجرة النصر ديريه الشبو ومنها سيديو هنا، وإلا كانت عندك الدفلة ديريه هنا، إلا ما كانت عندك كاع هاد الأعشاب دير غير الدفلة، وديريه في المرميطة أولا فيدو، فهمتي؟ راه كاين الترطيقة في المرميطة أولا في كاملة أولا شي حاجة ديال الطحين، لأن مازال لاحظتوني كنطرطق في الطين وكنطرطق في دوك القصعات نتاع القصرية، كنقول لها القصرية، حنا نقول لها القصعة، وديري الماء في كسمتها، وديري دوك العشوب هنايا، وديري دوك التصاور ديالك وديال ولادك وكلشي والراجل ديالك. وتفرشي رجليك، غادي نحطوها هنايا وتفرشي رجليك، تكوني دايرة تصاور، تصاور كلشي يكونو لعينا يكونو لاصقين. غادي نشدو هاد اللدون، وخاصه اللدون يجي هاودها، ماشي بحال دوك اللي حشو الكاسرونة، هذاك مصالحش، بحال اللي كطرطقي الكاسرونة، يبقى العفن وكلشي وتجي مصورة الكاسرونة، فهمتي؟ لأن هذا من طرطقيه غادي هذا تخدمي به حتى 3 شهور ولا. غير ديريه طرطقي بيه وتذوبي بيه، ديريه طرطقي بيه هذا تخدمي به كسبته، أما داك اللي دير في الكاسرونة من غدا ترميه لكسمته وما صالحش وما تقدريش تقرايه نهائيا، غير كاكلو، خاصك تشديه وديريه هكا تقطريه، خاصها يقطر فوق فوق التصاور، ولكن خاصك تفرشي رجليك باش كلشي يبقى تحتك، لا راجلك ولا ولادك ولا كلشي، خاصك تسرعي بعدها وخاصك ديريها 3 مرات في السيمانة ولا كل مرة ديريها، راها زوينة بزاف. يا ربي يجمع شملكم، وراكي بقيتي فيا بزاف وبقاو فيا كلشي المتابعين والمتابعات تما.